محروم إلا أن يتداركه الله برحمته. إنها مصيبة قسوة القلب أن يمشي الإنسان على رجليه صحيحا معافى وبين جنبيه وجوانحه قلب قاسي. يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: والله ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. فإذا قسى القلب جمدت العين فلم تبكي من خشية الله، وثقلت الروح فلم تنهض لطاعة الله. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. لك أن تتخيل مشهدا واحدا، وهو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولين قد كانوا هم الرجال حقا، وكانوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه ويرون وجهه ويسمعون تلاوته وأحاديثه ومواعظه وتذكيره بالجنة والنار، ويستنون بسنته ويسيرون خلف ركابه. ومع ذلك تأمل هذا العتاب اللطيف من الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: والله ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، فيا الله كيف بحالنا مع طول العهد وبعد الشقة، والدنيا تهجم بزينتها على القلوب والفتن تتخطفنا عن أيماننا وعن شمائلنا، فاللهم اعصمنا. ولذلك فإن أعظم مشروع لك في حياتك كلها أن تسعى لأن تأتي ربك يوم القيامة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وما قسى القلب بشيء أعظم من أمرين: الأول الذنوب، فإنها غشاوة على القلوب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وأما الثاني فالغفلة، وهذه والله سبب رئيس في قسوة القلب. فأمر الذنوب والمعاصي ظاهر، لكن الغفلة قد لا تظهر لكل أحد، فقد يكون الإنسان مصليا محافظا هاجرا للذنوب والمعاصي، أو طالب علم لكنه غافل ويعيش في غفلة. ولذلك قال الله لنبيه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالغفلة ذهول العقل عن الله والدار الآخرة مع طول الأمل. ولذلك كان التنبيه في الآية أن قسوة القلب بطول الأمد: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وما لانت القلوب بشيء أعظم من التوبة النصوح وملازمة الاستغفار والذكر والنهوض للطاعات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.